اليوم رح نحكي عن موضوع كتير بنسمع عنه وهو الوكالة عن الغائب لتسيير أمور تجارية أو عقارية وغيرها. شو المقصود بالشخص الغائب خصيصا بهذا الموضوع؟ شو الحالات اللي ممكن يمنح فيها القاضي الشرعي الوكالة عن الغائب وغيرها من الأمور والتفاصيل اللي رح نتعرف عليها؟ طبعا مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة المحامية رنا ديبي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمى، صباح الخير عفاف، صباح الخير للمشاهدين جميعا. يسعد صباحك استاذه، نورتي. خلينا بالبدايه، يعني الوكاله عن الغائب هذا مصطلح، او خلينا نقول يمكن في اقليه من الناس بتعرفه، خلينا نعرف نحن امتى ممكن نقدر نعمل وكاله عن الغائب، شو هي الحالات الضروريه يلي بتستدعي انه الغائب يوكلنا فيها. تمام مثل ما تفضلتي وقلتي انه الناس يمكن قليل اللي بتعرف شو يعني وكاله غائب، تستغرب المصطلح. نحن المتعارف عليه انه في شخصين، واحد بده يوكل الثاني بشيء معين بتسيير امور معينه، فبيروحوا مع بعض عند كاتب بالعدل، بيعمل له وكاله وبيمشي الحال، بيصير الشخص اللي الوكيل مسؤول عن اداره هي الامور. وكاله الغائب هي نوع خاص من الوكالات اللي رح احكي فيه بالتفصيل، بس قبل ما احكي عن وكاله الغائب خليني اعرف الغائب بالاول كتعريف قانوني. يعني شو تعريف الغائب؟ نحن دائما بصير عندنا لغط بين مفردتين، بين غائب ومفقود. يمكن الناس بتقول لك اثنيناتهم مو ظاهرين يعني فانا مثل بعضهم، لا، قانونا في فرق بين الغائب والمفقود. الغائب هو شخص نحن بنعرف انه هو على قيد الحياة ولكن ما بنعرف موطنه، ما بنعرف مكان اقامته، اما او ممكن نكون بنعرف مكان اقامته وله موطن معروف، ولكن هو يعجز عن تسيير اموره لسبب ما خارج عن ارادته، ما بيقدر يمشي اموره المالية، معاملاته، اوراقه، ما الى هنالك. هذا هو الغائب في القانون السوري. اذا الفكرة الاساسية انه هو عايش موجود على قيد الحياة. اما المفقود هو شخص فقد بأسباب مجهولة مثلا أو فجأة يعني، فنحن ما بنعرف هو موجود على قيد الحياة ولا ما هو موجود على قيد الحياة. حديثنا نحن اليوم لحتى يكون حديثنا مركز وواضح عم نحكي عن الغائب، الشخص اللي بنعرف مكان إقامته، إله موطن ولكن ما بيقدر يسير أموره، أو موجود على قيد الحياة بس ما بنعرف موطن أو مكان لإقامته. في شغلات تعطلت، مصالح معينة بتخص أشخاص آخرين وبتعلق فيه، بدنا نمشيها، بدنا نسيرها، لذلك صار في شيء اسمه وكالة الغائب اللي هي بتمشي هي الامور متعلقه فيه او احيانا باشخاص اخرين. هي وكاله هذا هو تعريف الغائب. وكاله الغائب اذا هي وسيله افرد المشرع شرع القانون السوري لتسيير امور الغائب الماليه او غير الماليه من اوراق ومعاملات لاشخاص معينين ضمن شروط معينه، هلا رح نحكي فيها بالتفصيل. طيب استاذه رنا، يعني بنعرف انه الوكالات لها انواع كثير متعدده، ونفس الشيء الاشخاص اللي بيسمح لهم بالقانون انه هن يعملوا وكاله عن غائب، خلينا نعرف لمين عطى هي الاحقيه القانون السوري. نعم، اول شغله بدي اقولها انه وكاله الغائب هي تؤخذ باذن من القاضي الشرعي حصرا. القاضي الشرعي هو المسؤول عن الوكالة. لمين القاضي الشرعي بيعطي وكالة؟ أحياناً سلمى بيكون الشخص اللي هو بده يغيب، اللي هو مثل ما قلنا موجود على قيد الحياة، بنعرف مكان إقامته بس هو لأسباب معينة ما بيقدر يمشي أموره، بيكون هو حط وكيل قبل ما يروح. هذا الوكيل تتحقق فيه الشروط اللي لازم تتحقق. هلا بحكي شو هي الشروط. فهو معينه قبل ما يسافر، قبل ما يطلع، أو لسبب ما، فالقاضي بياخذ بعين الاعتبار هذا الشخص، بيشوفه إنه استوفى الشروط اللي المحددة قانوناً، اللي هي نفس شروط الوصي. يعني نحن سبق وحكينا عن الوصاية، لما اجوا حكوا عن وكالة الغائب قالوا شروط الوكيل عن الغائب لازم تكون مثل شروط الوصي، اللي هي الوصي لما بيكون في عنا قصر وهيك، حكينا حلقة كاملة عن الوصي. باختصار شو هي شروط الوصي اللي لازم تتوفر بالوكيل عن الغائب؟ هي أهمها هي البلوغ، العقل، العدل، قدرته على إدارة أمور الغائب، اللي هو بالمقابل كان قدرته على إدارة أمور القاصر، فهلا نحن صار عنا وكيل عن الغائب، فهو المفروض يمتلك القدرة على إدارة شؤونه وأحواله. إذا شاف القاضي الشرعي إنه هذا الشخص اللي عينه الغائب اللي بده يغيب يعني قبل ما يصير غائب هو متوفرة، فإذا بثبت له وكالة الغائب. في حال الشخص ما عين، هو غاب، انقطعت أخباره مثلا، بنعرف إنه على قيد الحياة بس ما بنعرف وين صار، فممكن لأحد أقاربه، لأحد ذويه، إنه يتقدم بطلب إلى القاضي الشرعي. إذا كمان القاضي الشرعي ارتأى إنه هذا القريب أو هذا الوريث، على الأغلب الورثة لأنه بيكون في معاملات مالية يعني
بدها تتسير يعني، بشوف كمان انه تحققت الشروط فبيثبت له قرار وكاله الغائب، او القاضي هو بيعين شخص يمتلك الشروط المناسبه والمواصفات المناسبه لحتى يكون وكيل عن الغائب. فهي بالنسبه للاشخاص اللي بحق لهم يحصلوا على وكاله عن الغائب، ممكن اخته، ممكن عمه، ممكن ذويه او حد ورثته مثلا. استاذه بنشوف اشخاص برا مسافرين ما لهم قادرين مثلا، عندهم ظروف او ما بيقدروا يجوا على البلد حاليا وبدهم تجديد باسبور جواز السفر، او اشخاص بدهم يطلعوا جواز السفر، ممكن هون نحن نعمل وكاله عن غائب بهي الحاله؟ نعم، ممكن نعمل وكالة عن غائب بهي الحالة، لأنه هي بترجع تسير أوراق وأمور، بده يكون محقق الشروط، يعني في عنا نحن أشياء مطلوبة قبل استحصال الوكالة، اللي هي أول شيء بيقلك أنه إخراج قيد عن الطرفين، صورة عن أو غير محكوم للوكيل، للشخص اللي هون بده يكون غير محكوم، وهذا شيء منطقي. إذا كان مفقود، خلينا هيك ننوه عليه، إذا كان مفقود مثلا ما هو غائب، فبدنا نحن ضبط من مخفر الشرطة مصدق هذا الضبط بتاريخ معين انه فقد هذا الشخص، لحتى يقدر اللي بده يعمل وكاله يعمل وكاله عنه، مضبطة مختار من عند مختار الحي نفسه. هدول الشروط لازم ابتداء بتاخذي هي الاوراق، بروح عند القاضي الشرعي بياخذ وكاله عن غائب، بموجبها بيقدر يجدد جواز السفر، بيقدر يستحصل على جواز السفر مثل ما ذكرتي. فسؤالك اجابته نعم، يستطيع الوكيل عن الغائب ان يحصل على جواز السفر. نعم استاذه رنا، كمان اليوم خلينا نحكي شوي عن الشروط او القواعد اللي نص القانون السوري لصلاحيه هي الوكاله عن الغائب، شو لازم يتوفر من شروط وشو الشيء اللي ممكن يعيق انه هي الوكاله تتم. نعم، هلا بحال نحن حكينا نوعين من الشروط، خلينا نقول شروط هي يعني اوراق مطلوبه، وفي شروط شخصيه إلى علاقه بصفه الشخص اللي بده يصير وكيل، لحتى ارجع بندهم هيك لنعرف مين الشخص اللي بيقدر يكون بسهوله يعني يحصل على وكاله الغائب. قلنا بده يكون يتمتع بشروط الوصي، وكمان مثل ما قلنا العقل والبلوغ والعداله والقدره على تسيير الامور، بده يكون غير محكوم بجريمه سرقه، بجريمه اساءه ائتمان، بجريمه تزوير، اي جريمه مخل بالأخلاق والآداب العامة، وهذا شيء منطقيا يعني شخص بده يصير وكيل فبده يكون أمين بالدرجة الأولى. لما يمتلك هاي المواصفات ويجيب الأوراق المطلوبة اللي هي مثل ما قلتون وعددتون، فهو بيقدر ياخذ هاي الوكالة، بتكون صلاحياته كمان مثل ما شروطه بتشبه شروط الوصي، كمان صلاحياته بتشبه صلاحيات الوصي، يعني هو بيقدر يعمل. الفكرة الأهم بالوكيل عن الغائب إنه أي تصرف بده يعمله تجاه هذا الغائب بده يكون ياخذ إذن القاضي الشرعي، يعني هو مسمح له يستخرج أوراق، مسمح له مثلا أحيانا بيكون في نفقة لزوجة هذا الغائب، فهو بده يضطر هذا الوكيل يصير هو ينفق من مال الغائب على هاي الزوجة بموجب هاي الوكالة. في عندك مثلا بضاعة للغائب رح تتلف، يعني أنا عم بعطي أمثلة عملية لحتى الناس تعرف كيف الوكيل بيتصرف، بضاعة ممكن تتلف فهو مضطر بده يبيعها مثلا، بده يتصرف فيها، فبموجب هي الوكالة بيقدر يتصرف فيها. أوراق بتخص الجامعة مثلا بيقدر يستخرجها، جوازات السفر مثل ما حكينا. ولكن الأشياء اللي ممكن تضر الغائب هي أكيد بده أولا تندرس الموضوع كتير منيح من قبل، ويأخذ على إذن واضح وصريح بهي العملية تحديدا اللي هي فيها التباس من قبل القاضي الشرعي. وفي أشياء باطلة لبطلانا مطلقا مثل التبرع بمال الغائب، يعني ما بيقدر لما انا اخذ وكاله عن غائب روح اتبرع بامواله لشي جمعيه مثلا او لشخص معين، انت عم هيك عم تنزل له الذمه الماليه او يعني مثل ما بيقولوا رصيده المالي، فهذا الشيء باطل بطلانا مطلقا، ما بتقدر تتصرف فيه. الفكرة المهمة اللي حابة أحكي فيها موضوع الموافقات الأمنية، إنه سألت كتير عن الموافقة الأمنية بالنسبة لوكالة الغائب. كل الوكالة عن الغائب بدها موافقة أمنية. هلأ وزارة العدل استصدرت تعميم بآخر 2021 على ما أعتقد بوجوب إنه الحصول على موافقات أمنية، وكان هذا الشيء لمصلحة الغائب بالدرجة الأولى، لأنه كتير صار في عنا نتيجة الأحداث اللي مرقنا فيها والظروف كتير صار في عنا وكالات عن غائب. صحيح. وصار في تلاعب ممكن أحيانا من قبل الوكيل مثلا، فحماية للناس حطت الموافقة الأمنية، الموافقة الأمنية حطتها على عمليات البيع، يعني وهذا الشيء منطقي، يعني أنت بركي كان الوكيل عليه إشكالية معينة فأنت سلمته تمام بيع بيت مثلا أو شراء بيت، لا هون بده موافقة أمنية، بس مثلا أوراق تانية عادية لنفترض ورقة جامعة بدها موافقة أمنية، الوكالة عن الغائب لا ما بدها موافقة أمنية، الموافقة الأمنية بتيجي ابتداء قبل ما نقدم الورق للقاضي الشرعي. ببعضها إيه وببعضها لا، لأنه الناس عم
تسال مفكره انه الموافقه الامنيه على كل انواع كل الوكالات الغائب، لا هي على شيء وشيء اخر ما بده موافقه. ذكرتي استاذه انه ممكن بحاله من الحالات القاضي هو يختار شخص من عنده يوكله عن الغائب، شو في عنا اجتهادات قضائيه ثانيه ضمن قواعد الوكالة عن الغائب شو ممكن يكون؟ هلأ بصراحة معظم التفاصيل اللي بتخص وكالة الغائب مو اجتهادات بقد ما هي واضحة وصريحة بنص القانون. الأحوال الشخصية ليش؟ لأنه نحن وقت قلنا أنه الوكالة على الغائب أحكامها مثل أحكام الوصاية من ناحية شروطها، شروط الوصي يعني شروط الوكيل عن الغائب اللي هو مثل شروط الوصي من ناحية الصلاحيات، من ناحية العزل، فهي مذكورة بنصوص صريحة بالقانون. بتجي الاجتهادات أحيانا عم تكون شوي معقدة اجتهادات، بس مثل ما قلت لك الاجتهادات أنه القاضي مثلا يشوف هذا يعني مو اجتهاد بقد ما هو خلينا نحكي عن السلطة التقديرية للقاضي بأنه ما يقبل يكون فلان وكيل عن الغائب لأنه هو شاف أنه في أحد الشروط غير محققة فيه. معظم تفاصيل الوكالة عن الغائب تغطت بنصوص قانون الأحوال الشخصية، كان في شوية اجتهادات ذكرناها مثل الموافقة الأمنية اللي هي ما كانت تتطلب يعني كل وكالات الغائب جزء منها يعني. طيب استاذة رنا، غالبا بعض أنواع الوكالات بيكون إلى مدة معينة، يعني مثلا شخص عمل وكالة أنه لا مثلا نقل ملكية بيت أو نقل عقار أو ما إلى ذلك وتنتهي بانتهاء هذا الموضوع، هل الوكالة عن الغائب هي غرضية؟ يعني أنه أنا فقط رح مشي هي الأمور التجارية أو العقارية أو مثلا جواز سفر أو الغاية منها وبعد انتهاءها تنتهي الوكالة ولا لا هي مستمرة مثلا؟ لا هلا هي حسب الوكالة لما يذكر فيها مثلا أنا وكلت فلان لبيع العقار الفلاني وتمت عملية البيع والفراغ والنقل أو وكلته لاستخراج جواز السفر وتم الحصول على جواز السفر بتاريخ معين. على سيرة جواز السفر ما بحب أنا أترك فكرة حتى لو غفلت عنها بالبداية، لما أنا حكيت عن الشروط الوكيل كان في أحد الشروط أنه نحصل على بيان مغادرة وعودة من إدارة الهجرة والجوازات بخص الغائب، هي أنا غفلت عنها بس هلأ على رجعت قلتها أنه هي المفروض نحصل، هي شغلة أساسية لنعرف هو إمتى طلع لأنه نحن قلنا الغائب هو مغادر وليس متوفى فأنا ما بصير أعتبره متوفى أصلاً يعني، فبدي بيان هجرة وعودة. برجع لحديثك سلمى أنه أنا لما بوكله بعمل معين تنتهي الوكالة بانتهاء هذا العمل. ولهيك أنا دائماً بقول بنصح بالوكالة اللي فيها حتى وكالة الغائب اللي فيها توضيح للهدف أو للعمل اللي طالبه أنا من الوكيل ليعمله. ليه؟ لمشان ما يصير في أي إساءة اهتمام فيما بعد أو أي تغييرات معينة. لذلك برجع بقول مثلا أنا الوكالة العامة ما بحبها أبداً، بحاول بعيد عنها، بعمل وكالات خاصة سواء كانت وكالة عادية أو وكالة عن غائب بعمل معين تنتهي الوكالة بانتهاء هذا العمل. كمان استاذة الموافقة الأمنية مطلوبة لحتى يكون شرط يعني أساسي لحتى الشخص يقدر يوكل؟ بالنسبة لوكالة الغائب أنا قلت إنه الموافقة الأمنية وضعت لمصلحة الموكل بالدرجة الأولى لحتى ما يصير في عنا أي إشكالية، لربما كان الوكيل عليه إشكال معين أو يعني صار في صراحة كثرة كتير الوكالات بالفترة الأخيرة عن الغائب، فالموافقة الأمنية كانت أصدرت برجع بعيد إنه وزارة العدل تعميم بوجوب وجود موافقة أمنية كمرفقات أساسية ابتداء قبل تقديم الورق للقاضي الشرعي، بس مو كل أنواع الوكالات عن غائب. مثلا وكالة البيع والشراء طبعا بدها موافقة أمنية، وكالة أخذ جواز سفر ما بدها موافقة أمنية، استحصال ورقة معينة إدارية تسيير أمور ما بتمس كتير بالمصالح المالية للشخص الغائب ما بدها موافقة أمنية، بس في عمليات معينة مثل بيع شراء شراء عقارات بيوت. هلا الأهل أكثر شيء عم يوكلوا أولادهم لحتى يرتاحوا من قصص البيع والشراء وكتراني قصص الوكالة، يعني بأي شخص نحن ممكن نسق فيها كمان مطلوب هون موافقة أمنية؟ لما اجوا حكوا عن الموافقة الأمنية هن ما حكوا انه في اشخاص بناخذ لهم موافقة أمنية واشخاص ما بناخذ لهم، حكوا عن عمليات معينة عمليات او امور معينة تستوجب الموافقة الأمنية، ما ذكروا اشخاص قالوا عمليات بيع وشراء، فالبيع والشراء مين ما كان الشخص اللي عم يكون فيها بده موافقة أمنية، ما خص العلاقة لانه هلا الافضل دائما انا بقول انه الوكيل الشخص الذوي او الورثة بيكونوا اكثر قربا واكثر، بس مع ذلك الموافقة الأمنية شيء ثاني، شيء له علاقة بالعمل المراد القيام به بموجب هي الوكالة وليس بالشخص اللي هو وكيل يعني.
استاذه رنا، كثير اوقات بنسمع عن انه كان شخص هو اللي عم ينعمل له الوكاله عن الغائب، ولكن ظهر شخص اخر مثلا هو من العائله ما كان ظاهر بالبدايه، فبصير في اختلاط بالموضوع انه هذاك كان له الاحقيه، فهل بحق مثلا للوريث اللي ما كان ظاهر سابقا انه هو يسحب الاحقيه من الشخص اللي موكل؟ هلا الوكاله نحن قلنا اول ما قلنا انه قلنا هي وسيله منحها المشرع، وهي عباره عن قرار يصدر من القاضي الشرعي. هذا القرار لما بيصدر سلمة من القاضي الشرعي بيكون في انذكر اسم الوكيل اللي هو ارتقى القاضي انه هو شخص مناسب ومحقق للشروط. بهذاك الفتره ما كان في، بهذاك الفتره ما كان في، وصدر هذا الشيء بيرجع للقاضي الشرعي، بده يرجع يقدم طلب جديد بحال بده يشوف القاضي انه كان في سبب بعد ما ظهر هذا الشخص اللي انت عم تقولي عنه ليعزله او ليسحب منه الوكاله. هذا الشيء ما بصير بين اشخاص، بصير بقرارات واذن من القاضي الشرعي اللي هو بيقرر يسحب الوكاله الشرعي الوكاله عن غائب من شخص ويمنحها بموجب قرار واذن لشخص اخر. ما بتصير عمليه كيفيه، حتى لو ظهر مين ما ظهر بيروح لعند القاضي الشرعي بيرجع بيقدم طلب او بيطالب بعزل الوكيل الاولاني لسبب ما، بده يدرسه القاضي ويشوف هل هذا السبب هذا له شروطه وأحكامه، بيرجع تقديره للقاضي الشرعي وليس للأشخاص. أكيد أكيد. بدنا نشكر حضرتك على كل المعلومات والتصحيح الأخطاء اللي خبرتنا إياهن. ممكن كان عنا معلومات نحن خاطئة إنه ما بنقدر أو مفكرين لكل العالم بدها موافقات أمنية، فبدي أتشكر حضورك وأهلا وسهلا فيك. الشكر لإلك عفاف. شكرا لك أستاذة رنا ولكل المواد اللي قدمت لنا إياها.